بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، تم اليوم بمقر وزارة الإعلام التوقيع على اتفاقية النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم بين الوزارة والشركة العالمية للدعاية والإعلان والمتخصصة في الإنتاج الرياضي، لتتولى الشركة بموجبها عملية النقل التلفزيوني لكأس جلالة الملك المعظم ودور ناصر بن حمد الممتاز خلال الموسم الحالي 2023-2024. وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة الإعلام السيد عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون، والسيد بدر صالح بن سراء نائب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن القطاع الرياضي في مملكة البحرين يشهد طفرة مشهودة في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما أسهم بشكل رئيسي في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي. وأشاد سعادته باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للارتقاء برياضة كرة القدم في المملكة، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تعمل وفق خطة متكاملة لإبراز قطاع الرياضة لا سيما كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالميا، وبما يتماشى من تطورات تكنولوجية حديثة والمنافسة الواسعة في عالم النقل التلفزيوني الرياضي. وقال سعادة وزير الإعلام إن الوزارة تحرص على تكثيف الجهود من أجل إبراز المنجزات الرياضية في مختلف الألعاب والأنشطة، مؤكدا سعادته أن التوقيع على اتفاقية النقل التلفزيوني لكأس جلالة الملك المعظم ودور ناصر بن حمد الممتاز خلال الموسم الحالي يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في ظل ما تمتلكه الشركة العالمية للدعاية والإعلان من خبرة كبيرة ومتميزة في مجال الإنتاج التلفزيوني. من جانبه أشاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بجهود وزارة الإعلام في الاهتمام بالأنشطة الرياضية في المملكة خاصة كرة القدم من خلال تقديم تغطية تلفزيونية وإذاعية ذات جودة راقية. وأكد سعادته أن الاتحاد البحريني لكرة القدم حريص على التطوير المستمر للبطولات والمنافسات المحلية وفق استراتيجية مدروسة لتطوير اللعبة على المستويات كافة ومن بينها النقل التلفزيوني. الحقيقة اليوم وزارة الإعلام تقوم بدور في دعم الفعاليات الرياضية، تغطية الفعاليات من الناحية الإعلامية. ففي الحقيقة يعني البطولات خصوصا البطولة تحمز اسم سيد جلالة الملك اللي هو كأس جلالة الملك المعظم، والبطولة اللي تحمل سيد سمو الشيخ ناصر، حابين ان يكون في لها ايضا تغطية ممتازة بالتعاون مع الشركة العالمية لأهميتها بالنسبة للشارع الرياضي البحريني. والحقيقة مثل ما تشوفون انتم يمكن ما شاء الله اليوم مملكة البحرين تسخر بعديد من الفعاليات اللي يمكن تجعل الطاقة الاستيعابية عند وزارة الإعلام تحتاج الى التعاقد مع شركات مهمة في المنطقة ولديها خبرة في النقل الرياضي على إبراز الدوري البحريني وكأس سيد جلالة الملك بأفضل صورة ممكنة. فالحمد لله اليوم تشرفنا بتواجد الشيخ علي بن خليفة رئيس اتحاد كرة القدم، وسمو الشيخ خليفة بن علي أيضا نائب الرئيس لتوقيع هذا العقد المهم، واللي نتمنى إن شاء الله أنه ينقل يعني الصورة الأمثل للدوري والكأس في بالنسبة لكرة القدم، وأيضا يعزز من طاقتنا الاستيعابية لتحمل نقل الفعاليات الأخرى بالنسبة للفعاليات الرياضية أو غيرها في مملكة البحرين. سعيدين اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية ما بين وزارة الإعلام والشركة العالمية، وهذه شراكة طبعا ممتدة من الأعوام الماضية، ونتشرف اليوم بحضورنا مع أخي سعادة وزير الإعلام في التجديد مع هذه الشركة ومواصلة دعم تغطية نشاط الاتحاد البحريني لكرة القدم، اللي اليوم الجماهير كرة القدم متشوقة في هذه الشراكات ومثل هذه الشراكات، واليوم احنا نتشرف نكون جزء من هذه الاحتفالية الجميلة المبسطة في إعادة التعاقد مع هذه الشركة اللي الأمانة أثبتت بأن
بصماته كانت واضحة في نقل الدوري ونقل مسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم، كذلك كأس سيدي صاحب الجلالة، البطولة الأهم والأغلى. فلذلك احنا اليوم سعيدين بهذه الخطوات التي قامت بها وزارة الإعلام، مشكورة للأمانة في تجديد مع هذه الشركة للعمل الاحترافي الذي تقوم به الشركة العالمية. حرصت وزارة الإعلام على استقطاب شركة متخصصة لنقل منافسات كأس جلالة الملك ودوري ناصر بن حبل كرة القدم، والحمد لله اليوم توفقنا وقعنا اتفاقية مع الشركة العالمية السعودية، والشركة لديها خبرة كبيرة في مجال نقل المسابقات الرياضية، ولديها أجهزة متخصصة حقيقة متمثلة في عربة النقل الخارجي والكاميرات المستخدمة في تلك العربات. والشركة حاليا هي اللي تنقل الدوري السعودي مثل ما تشوفون بكل احترافية. في البداية أود أشكر الأخوان في وزارة الإعلام في مملكة البحرين الحبيبة، ممثلة في سعادة الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام، وكافة الأخوان العاملين في الوزارة على الثقة الكبيرة للشركة العالمية لتغطية أحداث الدوري البحريني وكأس جلالة الملك. وبإذن الله راح نسخر جميع الإمكانيات والتقنيات على أعلى المستويات لتغطية الأحداث، وكما عودناكم الشركة العالمية بإذن الله راح نسخر جميع الإمكانيات والتقنيات على أعلى المستويات لتغطية أحداث الدوري وجميع المسابقات الأخرى. وهذه تجسد الشراكة الأخوية بيننا كشعب السعودي والشعب البحريني. بإذن الله نقدم شيء يليق باسم المسابقة.